مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من ذا فود فارماسيست. معاكم مروان احمد. النهارده يوم 2 ابريل 2021، هنتكلم على كونتنت فيفا التيمت تيم. يا ريت يا جماعه لو بيعجبكم الفيديوهات اللي بننزلها تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للشانل، شغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديوهات اللي بننزلها يوميا على الشانل شانل كينج فوت، وعلى الشانل الخاصه بيا اللي هي شانل youtube.com/thefoodpharmacist. برضه اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، هحط لكم دلوقتي الهاندلز بتاعتي على السكرين، على تويتر، على انستغرام، وعلى تويتش. بنعمل كل يوم ستريم الساعة 6:30 قبل الكونتنت بنص ساعة. النهاردة في لاعب الشهر في الدوري الانجليزي كالتشي هياناتشو، نيجيري، كان كويس قوي بصراحة في الشهر اللي فات ويستاهلها. انا بوجهة نظري ان هو يستاهل فعلا انه الريكوجنيشن ده، بالذات ان هو من يوم ما مشي من مانشستر سيتي الكارير بتاعه كله في ظل فاردي، لكن هو اخد فرصته وقدر يجيب جوال وساهم كتير في الفورم بتاع ليستر سيتي في الشهر اللي فات. فشابو على على الاختيار لكالتشي هياناتشو بالذات، علشان هو فعلا يستاهل لاعب الشهر. هو كارت ملخبطني شويه، يعني هو ميديم وحشه جدا. سكين موز 4، ويك فوت 3، ويك فوت وحشه، سكين موز شغاله، البيس بتاعه حلو بصراحه. ده اكتر حاجه عجباني عامه في البيس، هي في الكارت ده البيس والشوتينج. البيس بتاعه الاكسليشن 89، سبرنت سبيد 92، الشوتينج بتاعه 95، الفينشنج 89، الشوت باور 89، اللونج شوت 89، فوليس 88، بنتس 88. كشوتينج وايز هو كارت كويس، كبيس كجري سرعه كارت كويس. الفيجن بتاعه 86، فري كيك اكس 82، شوت باس 90، حلو الشوت باس بتاعه قوي، اللونج باس 81 شغال، الكيرف 94، الدريبلينج بتاعه لذيذ، اجيليتي 86، بالانس 81، الرياكشن بتاعه 87، بول كنترول 89، دريبلينج 88، وكومبوزر 81. الفيزيكال بتاعه كويس جدا، ستامينا 82، هيكمل معاك لاخر ماتش، ترن 85 او قوه بدنيه يعني، والاجريشن هي 86. طيب ككارت ده برضو عند بلاير تريتس، الفينش شوت، الركن الار 2 والفلير. انا ككونسبت الكارت ده عاجبني، الكارت مش وحش، كارت حلو، في لعيبه كتير احسن دلوقتي. هكون صريح، هو من احسن الكروت في مناطق معينه نزلت بلاير اوف ذا مانث لغايه دلوقتي. مثلا يعني مثلا لما نزل كارت جوندوجان اللي هو 86، كان كارت مش بلو ذا باور كيرف جدا، كان نزل في وقت انه اللعيبه كلها معاها كروت احسن من جوندوجان ده بكتير، فمش هنعرف نستخدم الكارت ده. لكن كارت كالتشي هياناتشو ممكن اقول انه هيبقى فيه ليه استخدام. هل هيبقى فيه ليه استخدام كتير؟ لا، مش هيبقى ليه فيه استخدام. فانا لما جيت اشوف الكارت هو نازل بثلاثة سيجمنتس، انا بصراحة يعني بعد ما بصيت على الكارت كده قلت انا الكارت ده هو ده هيكون مثلا اول كارت EA تعمله في التاريخ، هيبقى المطالب سيجمنت 80 و81 و82 مثلا، هيبقى طالب ايه 80 و82 و83. لكن دخلت واتفاجئت، اتفاجئت جدا، هو طالب 80 83 و85 بان فورم، وال83 من غير ان فورم، وال80 من غير ان فورم. انا فعلا اتفاجئت، دي السيجمنت دي لوحدها زي السيجمنت بتاع جيرفينيو، وجيرفينيو فور شور لعيب احسن. وانا امبارح انتقدت جيرفينيو جدا، قلت يا جماعه برضه عشان في ناس ما فهمتش او الناس ما بتفهمش الكونسيبت بتاع الفيديوهات بتاعتي، وتقعد تقول لي الملعب ومش الملعب، لا انا مش محتاج اجرب لعيب على الملعب علشان اقول لو ده الفاليو للعيب ده كويس ولا لا. انا مش بقول اللعيب وحش، الناس بتفهم الكلام غلط شويه، بتفكر ان انا بقول اللعيب ده وحش لما اجي بقول لا بور فاليو اس بي سي. لا، جيرفينيو مثلا لعيب كويس، هيبقى في اللعب كويس جدا. الكونسبت بتاعت الفيديوهات او الريفيوز دي انا بقول الكارت ده يستاهل الفاليو اللي هم حاطينه ولا لا. جيرفينيو ما يستاهلش سيجمنت واحد 85 تيم اوف ذا ويك بلاير واحد، ما يستاهلش المبلغ ده، عشان ممكن تجيب بدائل ليه زي لوزانو، زي روبرتو بيريرا مثلا في الماركت باقل سعرا او بنفس السعر، لعيبه كويسه جدا، لعيبه شبيهه. ممكن جيرفينيو يكون احسن في حاجات معينه، لكن ما تستاهلش الفرق ان انت ممكن تجيب لعيب مثلا زي لوزانو ب 170,000 كوين تبيعه وقت ما تبيعه وترجعه تاني، لكن جيرفينيو حطيت السيجمنت خلاص، لو اشتريت لعيب مثلا حطيت السيجمنت لا يرد ولا يستبدل، ما ينفعش ترجع الكوين بتاعك. فدي الكونسبت بتاع الفيديوهات دي، بقول لكم ايه مميزات الكارت، ايه عيوب الكارت، هل يستاهل الفاليو اللي هم حاطينه. يا ناتشو 1000% ما يستاهلش الفاليو ده، ما يستاهلش سيجمنت 85 اصلا، حتى لو سيجمنت واحد ما يستاهلش سيجمنت 85، ما يستاهلش سيجمنت
80 مش هيدج سيجمنت 80 في نفس الاس بي سي ده اخره لو هيعملوا 2 سيجمنتس 82 83 اخره انا مش هقول لكم 84 مش ما ينفعش 84 اصلا ما ينفعش 84 يعني لو كان مثلا سيجمنت 83 84 كنت هقول مش مقبوله عشان تكونوا فاهمين فهو اوفر برايسد جدا للفاليو اللي انت هتاخده هندخل دلوقتي على فاتبن ونشوف الكارت ده ممكن نحط له ايه كيمستري ستايل وايه اللي ممكن نزوده فيه ونقارنه برضو بكروت تانية طبعا هو ياناتشو عنده اخر كارت اللي هو كارت مان اوف ذا ماتش فرق بينه بس 3 بيس 3 شوتينج 3 4 باس 3 دريبلينج 3 ديفنسيف ابيليتي و4 فيزيكال هو نازل له كارت طبعا سيلفر في اللعبه السنه دي 13 بيس فرق 15 شوتينج 18 باس 13 دريبلينج 12 ديفنسيف ابيليتي 15 فيزيكال الفرق بينه وبين الكارت اللي هو السيلفر كبير جدا انت ممكن باي تايم تو جرايند الكارت ده لكن انت قبل ما تخلص الجرايند بتاعك اصلا الكارت ده مش هيبقى يوزبل في اللعبه هيبقى فيه لعيبه كتير احسن بكتير هو ايه ركزوا في ياناتشو وجيرفينيو ان هم يحاولوا يسحبوا فاضل شويه عشان عارفين انه اليومين الجايين نازلين اس بي سيز كويسه نازلين زي ريناتو سانشيز نازل زي اريك باي مثلا فالكروت دي هتبقى مطلوبه نازل ديمتري باي برده فان فيفرت فالكروت دي هتبقى مطلوبه فبيحاولوا باي طريقه يسحبوا منك فاضل ف ما تقعش في الخدعه بتاعت اي اي لياناتشو طبعا النهارده المفروض النهارده يوم الجمعه في فريق جديد من الفوت بيرد نازل وحمزه شودري المفروض ينزل اوبجكتيف كان ليكت فهو ممكن هيعمل لك اللينك مع حمزه شودري بس حمزه شودري مش لوتر ماتاوس ان انا اروح ادفع في الكارت ده 200000 عشان اللينك مع حمزه شودري يعني هو 200000 215000 على البلاي ستيشن 210 على الاكس بوكس و 240 على البي سي البودي تايب بتاعه هاي ان افريج الكارت ده محتاج نزود انا برايي يعني محتاج نزود له بالانس شويه مش محتاج ازود له باسنج قوي بس محتاج ازود له بالانس شويه وممكن اجيليتي لو حطينا مثلا على الكارت ده انجن بيبقى باسر كويس قوي بيبقى دريبلينج بتاعه كويس قوي بيبقى سترايكر 91 بيبقى سنتر فورورد 92 لو حطينا له ممكن نحط له ده داي لا مش عايز هو ده داي طبعا بيخلي الشوتينج بتاعه كله ماكس اوت ممكن نحط له فينيشر كمان والفينيشر شويه زي انجن ما بتعليش الباس الانجن هتعلي اللونج باس 5 بس مش محتاجها او بصراحه يعني فلو حط والشورت باس مش محتاجه زيد هو اصلا 90 فممكن الفينشر تبقى كويسه قوي عشان بتخلي الفينشنج عليه 99 والشورت باور 99 بوزيشنج 99 اجيليتي بيبقى 96 والبالانس بتزيد 5 بتبقى 86 دريبلينج بيبقى بلس 11 بيبقى 99 دريبلينج بيبقى كارت كويس بالفينشر طيب ممكن احط له هوك برضو ممكن احط له هوك بيبقى كارت برضو سريع جدا بيبقى الفيزيكاليتي بتاعته كويسه بيبقى فينشن كويس ماركسمان برضو بيبقى السايكل 95 الفينشن بتاعه بيزيد بيبقى ماكس بيزود ستاند بيبقى بلس 10 بيبقى 95 والرياكشن والبول كنترول والدريبلينج بتزيد لكن انا برايي الفينشر بصراحه هي احسن كام ستايل على الكارت ده لو انت هتعمل الكارت ده بيبقى السايكل 94 والفينشر بتزود له الدريبلينج وبتزود له الشوتينج في حاجات معينه احنا محتاجين نزودها فيه طيب لو حاجه قارن الفاليو ده بكروت معينه يعني انا عايز اقارنه مثلا فور اكزامبل جم بصراحه كارتين في دماغي اول كارتين علشان كانوا نفس الريتنج وانا شايف ان هم ممكن يكون فاليو تو كوينز اعلى وده بوينت بتاعت الريفيوز اللي انا بعملها دي اللي انا كنت بقول عليه فاليو تو كوينز للاس بي سي ده ايه فانا شايف انه مثلا لو هنقارنه بكارت زي عوار اللي هو الفريز نزل وانا عايز برضو اقارنه بكارت اندي ديلور اللي هو اللي نزل لاعب الشهر في الدوري الفرنسي الاثنين 86 مفيش ريت اعلى عوار لما نزل كان ب 127000 كوين وديلور نزل باقل من 100000 كوين الفرق بالبيس او هتبص مثلا التوتال ان جيم ستاتس عوار عنده توتال ستاتس وتوتال ان جيم ستاتس اعلى من الكارتين كارت ياناتشو اعلى ان جيم ستاتس تقريبا 40 او 50 من عوار من ديلور لكن توتال ستاتس الاثنين الفرق بينهم نقطتين بس البيس لو هنبص بين الكارت بين الثلاث كروت البيس ياناتشو ديلور الاثنين سرعة اكسلريشن ياناتشو زي عوار ديلور ابطا لكن في السبين سبيد ديلور اعلى من الثلاثه وعوار اقل واحد فيهم طيب الشوتينج 89 88 88 بوزيشنينج 95 92 87 الفينشينج 89 89 88 الشوت باور زي ما انتم شايفين ديلور اعلى واحد وناتشو اعلى من عوار بثلاث نقط بس طيب اللونج شوتس فرق بينه وبين عوار نقطه الفوليز فرق بينه وبين ديلور ثلاث نقط فرق بينه وبين في البنالتيز بينه وبين الاثنين التانيين خمس نقط طيب في الباسنج
فيجن بتاع عوار اعلى، الكروسنج عوار وديلور اعلى منه، الفريكيك اكريسي هو اعلى من ديلور بنقطة بس، والشورت باس 90-90 زي عوار وديلور 85، اللونج باس عوار اعلى منه، والكيرف مش قصة يعني الكيرف هو اعلى. طيب الدريبلينج وايز، الدريبلينج بتاع عوار اعلى دريبلينج، الاجيليتي زي بعض هو وياناتشو، البالانس بتاع عوار اعلى، الرياكشن بتاع ياناتشو اعلى 3 نقط، والبول كنترول الاثنين زي بعض، الدريبلينج بتاع عوار اعلى، كومبوزر بتاع عوار اعلى، وديلور اعلى من ياناتشو برضو، الديفنسيف ابيليتي طبعا عوار احسن، الفيزيكاليتي الجامب عوار احسن، الستامينا عوار احسن، الستراند ياناتشو احسن بس اقل من ديلور، وديلور كان اعلى طبعا في الستات بتاع الجامب والستامينا من الاثنين، والاجريشن 86 زيه هو زيه زي ديلور. طيب الكارت ده عليه بريمير ليج تاكس عشان هو في البريمير ليج، ف 200,000، هل هو يستاهل يبقى دبل انتي ديلور؟ ده منطق اللي انا بمشي بيه، ده الكونسبت اللي انا بحاول اوصلها في الفيديوهات اللي بنقارن اللعيبه علشان نشوف الفاليو بتاع اللعيب ده كويس ولا لا. فما قارناه بديلور، ديلور نص سعره او اقل كمان من يعني ده ب 215، وده ما حصلش اصلا 100,000 كوين، والاثنين شبيهين جدا في ستاتس كتير، عوار كان احسن و 127، وعوار جنسيه احسن ودوري كويس، ديلور دوري كويس جنسيه مش قوي، ياناتشو دوري كويس جنسيه مش قوي. فانا بوجهه نظري دي فكره كارت ياناتشو ده ما مش عارف يعني انا مش عارف ايه مالهم، جيرفينيو قلت منهم، مانجالا قلت منهم شويه، لكن كارت زي ياناتشو دي قلت منهم جدا جدا جدا. ده كده كان نهايه ريفيو ياناتشو، لو بتفكر تعمله اوعى تعمل الكارت ده، الكارت ده نصبايا بمعنى الكلمه، نصبايا. يا ريت يا جماعه لو لسه ما عندكش لايك للفيديو تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للشانل، شغل جرس التنبيهات علشان يوصلك الفيديوهات اللي بنزلها يوميا، اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، هطلع لكم هندس دلوقتي على الشاشه، على تويتش، على انستغرام، وعلى تيك توك برضو فتحنا تشانل جديدة، وعلى تويتر برضو عمل لي فولو. شوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، نتكلم عن كونتنت فيفا التيمت تيم. سلام.